خل التفاح المستعمل في عديد الوصفات الغذائية والعلاجية صار متوفراً بصورته الطبيعية الخالصة من أي إضافة كيميائية بفضل مستثمر فلاحي بولاية البيض ينتج سنويا كميات معتبرة من هذه المادة. منتوج يعني رانا نلحقوا واحد 50 قنطار ولا كذاك من خل التفاح يعني من الخدمة تاع خل التفاح ونلحقوا واحد تقريبا 500 ولا 1000 قنطار من مادة التفاح من منتوج التفاح فلانزاج خل التفاح الطبيعي يعني واش يعني مخدوم البرودوي ولا بحاجة يعني بخل طبيعي وفيه فوائد كبيرة للإنسان فيها مثل يعني المعدة كوليسترول الدسوم يعني المفاصل للنبولة وممكن نكتشفوا الأطباء حتى الأمراض السرطان المستثمرة الفلاحية رائدة في إنتاج الفواكه المختلفة ويطمح صاحبها لإقامة مصنع لإنتاج أنواع مربى الفاكهة. المهم نحوس أنا هي المنتوج هذا تاع التفاح يعني الشعب هذه تاع التفاح باقي نحوس نوسعها وإن شاء الله راني متمني من السنة يعني راني باقي نزيد نقرس لانزاج التفاح بنوسع هذا الشعبة ويعني المستقبل الجاي يعني نطالب أنا يمدوا لي مكان تساعدني يعني يساعدوني ولا يدعموني يعني مصنع صغير تاع معجون يعني بنهار اخر نوسع هذه الشعبة المنتوج المحلي تاع يعني تاع حوالي 30,000 شجره مثمره يعني فيها المشماش واللوز والخوخ والرمان الاغلبيه تاعها يعني تاع هي التفاح والانزاج يعني منتوج هائل يعني اللي راهي في هذه السنه في هذه السنوات الاخيره اللي رانا نشوف ورانا نسوقوه للاسواق الشماليه والجنوبيه يعني منتوج هائل. شعبة الفواكه بولاية البيض تعرف منذ سنوات نجاحات معتبرة بفضل تحديث وسائل الإنتاج والدعم المالي والتقني لمختلف المصالح الفلاحية بالولاية.